تاكلين برود. انا بقول لك انا مسوي تكميم، فلما تسوي تكميم اصلا تتعود تاكل برود. ثاني شيء عشان تعرف الليمت متى توقف، ما ينفع تاكل 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 تضغط على معدتك. لا انا اكل بشوي عشان خلاص اعرف متى انا اكون شبعانه، عشان خلاص متى اوقف. حتى لما اكل مثلا يصير اذا بشرب شيء لازم بعد 20 دقيقه اقل شيء. يعني في زي ما يقول اشياء اساسيه للحين ماشي عليها يعني، وبس لا اكثر لا اقل. واحد كاتب ما عندها قبيلة، قبل سنتين شمرية، بعدين عنزية، بعدين مدري وشو. واحد كاتب لي صبية. شوف أنت قاعد تسبني وقاعد تحط فيني كلام أنا ما عمري قلته، بس إيش اللي بقولك إياه؟ الله يهديك، الله يرزقك شهادة، وظيفة، زواج، أي شيء يشغلك عن الناس. صدق الله يعطيك حياة، الله يعطيك حياة، والله الله يعطيك حياة صدق. ثاني شيء ليش حاطة علم الكويت؟ ماي مدر، ماما، الوالدة، الرئيس القائد اللي جابتني وخلفتني هذه الحياة كويتية. أبوي الله يرحمه ويغفر له سعودي. العلمين لأنه شكرا وعفوا. لا يا الكواري ما مسافرة بالخبر، بس قاعدين عدل بيتنا وانت بكرامة مكسرين كل حمامات البيت، انت بكرامة، فما ينفع نقعد بالبيت. فبس يعني كل يوم نازلين نحل الفطور حق الفندق. وشكرا. ايش احبك وانا بعد بالعافية. الله يعافيك، الله يعافيك. الكواري مكان هذاك وينه؟ تهبلين. شكرا، هني يوم على الانتاج ان شاء الله بعلم الوالدة. عادي امي تستانس، شوف امي اذا حد مدحني ترى اقول لها تستانس، تحس كل الكلام لها، عرفتوا ان انا الاساس. انتي علي، انا اللي محليتك، عرفت الحركات هذه. انتاجها كله اسنان عادي يا قلبي، انا كلي اسنان، طموحي اصير تمساح واكلك ان شاء الله. ان شاء الله باذن واحد احد يصبر علي. اذا سولفت واسناني ما تبين ما يعجبكم، اسولف وابتسامتي تبين ما يعجبكم. ايش اللي يعجبكم؟ لا انت خالد، لا انت محمد. بخطب امك العسل. لا شكرا، انا انسانه ضد انه متزوج صراحه، مو انه شيء، مش انه نكد، بس انا عاجبني ترى ان انا اخر العنقود عندها، قسم بالله. إن شوفوا يمكن عشان خواتي تزوجوا، بس والله العظيم خواتي من امي، امي ما تعطيهم وجه ولا تهتم لهم، بس انا عيوش كلت، عيوش نامت عدل، عيوش سوت يلها، ادق على اختي هيله اللي يهال كلو يهال انا، عرفتوا؟ فأنا عاجبني إن أنا آخر وأنقود، فأنا ما بيها تتزوج. شكرا للتزوجين ولا أي شيء، خليش حقي لو سمحتي، أحس بينسحب مني البساط. فمعلش أنا مستانس عليها. لا
تصرين أني ما أبي ما أبي لا تتزوج لا تجيب عيال، بس أنا شكرا شكرا خاص أمي حقي. نعم بعد كم مرة أقولها روحي كلمة خطبات تويتر. يوشي أحبك وأنا بعد. كويتية أمي كويتية يا جماعة، my mother is from Kuwait. أبيت أتكلم بسرعة صدق؟ أتكلم بسرعة لولي أنا؟ مشكلة أسألك وأنا أتكلم بسرعة صدق؟ لازم أبطل حركة أكل، طالع اللي يمشون شي أكلون، أحس كلهم جايين بيتنا ما أدري ليش أراقبهم. تنصحين بالتكميم ولا بالرياضة؟ والله شوفي حبيبتي الله يطول بعمرك ويعطيك الصحة والسلامة، شوفي إذا أنت فيش حيل وفيش صبر أبسط حقوقش تسوي الرياضة، تفرغين طاقتك العصبية، حزن، يصير عندك لياقة عادي. أما إذا أنت زيي ما فيش هالشي، أنا لا عندي الرغبة، أنا والله ما لي خلق، أنا إنسانة ما أحب أتبطح. هاي كواري سوي تكميم كذا بالكيز، نقول الطريق اللي رايح تسوي صراحة يعني. لولي مو تقهر في حساب عبايات قاعد يدعمني، شوفي المصممات قاعد يدعموني، شوفي ترى لولي صاحبة عبايات حسي عدمش اسمي انا دايدك لوين اتوقع من فيتامين الاكل اللي انا قاعدة فيتامين الشعر اللي قاعدة ها؟ توني ادري انه تخيل يمتن يمتن؟ انتي متنتي؟ من اي فيتامين؟ حق الشعر اي واحد؟ كاندي. انا كنت اخذ الفيتامينات حق شفتي طلعت البيبي هير ايوه الزرقاء، كنت اخذها قعدت اخذها شهر وشي بس وقفت عشانها قام طلع شعر بجسمي فرجعت اسوي جلسات الليزر. طلعت تمتن؟ طلعت تمتن احسن. اسمعي جربي كليل الجبل اشوف بنات واجد يمدحونه، حتى لو انت حاطه اكستنشن وكذا مره حلو. البيوتين ينفع؟ وش البيوتين؟ شوفوا اللي يبون فيتامينات الشعر عادي خذوها، بس اذا انتي بنت تسوين ليزر حق الجسم حطي باتش انه بيطلع بجسمك، انا عشان كذا وقفتها ترى لأن حرام أمسك جلسات ليزر فما تطلع لي شعرة واحدة، فتخيلي إن خربت على نفسي شكلها قعدت شعر أخذها بعدين خلاص وقفتها. بس أشوف بنات واجد يمدحون كيل الجبل، يعني أشوف إكسبلور كي عندي بنات واجد يسوونه بالبيت كده. تكفي ركز على كلامي، سمي عيوني ثنتين لبيه. قوم الغرفة جعت من صوت ال إن شاء الله عمتي جايز اللي ما ضافني يضيفني صدق والله ضغط على حسابي اللي فوق بيفوني سناب بعد. شو دخلني أنا يا غزالة؟ كاره عرفتك انت هذاك اللي تقول فراشات او شيء ولا يتهيأ لي ولا نفس الاسم صح؟
ايوه عرفتك.